خلونا اقول لك انه رمضان الدوله كلها طول الوقت بتستعد له بقى. فناس بتتصور انه في شهر رمضان مثلا يبقى في استعدادات وزاره التموين، وزاره التضامن، حاجات كده مثلا. طيب وزاره الداخليه والخطط بتاعتها بتاعت المرور علشان تقلل الازدحامات وما بس. بالمناسبة هو وزارة الصحة طول الوقت برضو بتشتغل علشان خاطر شهر رمضان، وبتاخد مجموعة من الإجراءات استعدادا لهذا الشهر. أولا في إجراءات احترازية لازمة في ظل وضع كورونا الحالي. خلوني أرحب بدكتور حسام عبد الغفار متحدثا باسم وزارة الصحة. أهلا 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 بك دكتور. أستاذ يوسف تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك ومصر والمصريين والعالم كله بألف صحة. وحضرتك بألف صحة وسلامة ورمضان كريم عليك وعلى كل الدنيا يا رب. دكتور حسام، الوزارة بتستعد إزاي للشهر المبارك خاصة في ظل احتياطاتنا واحترازاتنا المتعلقة بالكورونا؟ وأكد على الناس والنبي يا دكتور، أنا عارف الناس بتفك كده شوية. يعني خليني أقول لحضرتك أن الوزارة مهمومة بالصحة العامة للمواطنين، والصحة مش بس أن الناس لما تعيا لا قدر الله تلاقي مكان مناسب تتلقى فيه الخدمة العلاجية، لكن الصحة بالنسبة لنا أنه أن تعيش حياة صحية، انك ما يجيلكش مرض اساسا، صح، انه تبقى بعيد عن اسباب الامراض. وبالتالي احنا مهمومين في الوزاره بان يكون المواطن المصري كما وجه السيد الرئيس دائما وكما يسعى السيد الرئيس دائما لان يحيا حياه كريمه. ولا شك ان من اولويات الحياه الكريمه هي الحياه بصحه جيده. فاحنا شغالين على المبادرات سواء الرئاسية منها أو القوافل الطبية أو التوعية، وفي بقالنا فترة الحقيقة بنتكلم عن صحتك في رمضان، وإن شاء الله خلال الأسبوع الحالي والقادم هيبقى في مجموعة من الفيديوهات التوعوية والنشرات التوعية الخاصة بكيف تصوم بشكل يحافظ على صحتك خاصة إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة. ده بالإضافة إلى تكثيف حملات التطعيم. إحنا شغالين في حملة طرح الأبواب النهاردة في 6 محافظات، خلال الأيام القادمة هنزود عدد المحافظات عشان نصل بنسب التطعيم قبل إن شاء الله النصف الثاني من هذا العام إلى 70%، وبالتالي يصبح المجتمع المصري أكثر أمانا من الناحية الصحية. طيب دكتور حسام، بما ان احنا ذكرنا موضوع التطعيم، هذا يعني انه حملات التطعيم مستمره في الشهر الكريم باذن الله، صح كده؟ حملات التطعيم مستمره في شهر رمضان، وعلى العكس يعني احنا بنقول للناس اللي ما اتطعمش يتطعم، اللي اتطعم جرعتين يتطعم الجرعه التنشيطيه اذا كان مر عليه 6 شهور وسنه اقل من 65 سنه، اكثر من 65 سنه بعد 3 شهور يتطعم الجرعه التنشيطيه. اللي اتطعم جرعة واحدة ولأي سبب من الأسباب لم يتمكن أو تكاسل عن تلقي الجرعة الثانية، نقول له توجه لتلقي الجرعة الثانية. وفي جميع الأحوال دائما بنقول إنه الجائحة الحقيقية أثبت العلم أنها جائحة غير المطعمين. ايوه حلو الكلام ده. طيب بوجهة النظر العلمية دكتور حسام، هل هناك في اي تعارض ما بين التطعيم والشهر المبارك؟ يعني انا مش هدخل في انه احنا هنطعم الصبح ولا بالليل، مش ده موضوعي دلوقتي، لكن السؤال هو لحسن ناس هتروح مطلعها اشعة يقول لك لا يا جماعة ما ينفعش نطعم في رمضان. طب يا سيدي اطعم بعد الفطار مثلا، يعني لا ما ينفعش اطعم برضو بعد الفطار، اصل انا خاف لحسن اتعب. هل في حاجة اسمها كده؟ يعني الحقيقة أنه الأعراض التي تصيب المتطعم، الأعراض البسيطة يعني اللي هي ارتفاع قليل في درجة الحرارة أو الآلام في موضع الحقن، كل دي أعراض يستطيع الإنسان يتحملها بسهولة، والغالبية العظمى من الملقحين لما بياخدوا التطعيم بتمر عليهم حتى بلا أعراض مطلقا، وبالتالي فمفيش تعارض من الناحية الصحية، وأنا بركز زي ما حضرتك قلت على الناحية الصحية، ما بين الصيام والتطعيم. وإحنا عمرنا ما نصحنا
حد كما هناك بعض الأدوية، يعني إنه بنقول له إنه النصيحة إنك تأخذ الأدوية دي بعد الطعام، يعني بعد الأكل. الحقيقة ما فيش نصائح لا عالمية ولا محلية بتقول إنه التطعيم يشترط معه أن يكون بعد تناول الطعام. إذن فالتطعيم بقى يبقى بتناول طعام، بدون تناول طعام صحيا وعلميا لا تعارض. بالتأكيد. طيب ده عظيم جدا دكتور حسام، كما جرت العادة لازم أشكرك جدا دايما على يعني وجودك معنا على الهواء، عمرك ما تأخرت عننا. أنا بشكرك جدا دكتور حسام عبد الغفار متحدثا باسم وزارة الصحة المصرية. أظن الكلام واضح 100%.